صلى الله عليه وسلم. أولا يا جماعة، سمعنا المصباح في عمرة ومشى عمرة ومشى المدينة، وشفنا قبلك في أحد الصحفيين كاتب أن الخارجية خاطبت، ما تأكدنا من الخبر صحيح ولا ما صحيح، لكن الصحفي الكتب مغرب إلى الخارجية ومغرب إلى الحكومة، فنحن لسه ما تأكدنا. لأنه إحنا دولة ذات سيادة، أي مواطن سوداني فيه عنده كرامة وعنده عزة. إحنا زمن السوداني عبارة عن ساي زول حاكم في زول يسوي في، ده الزمن انتهى. ما دايرنا في الباب وقول لنا ما دايركم، والدائر عاملنا على أننا بني آدمين حباب ونشيله فوق الراس، والدائر يسوي فينا ويتحكم فينا ويتعمر فينا، يسيد بابه مننا ويعمل الدائرة. لسه الموضوع ما معروف الحاصل شنو، وما معروف لسه ما طلع حاجة. نحن دارين نشوف يطلع بيان، ما ناس براون ده عندهم قيادة وعندهم عارفين، مفروض يطلعوا بيان يوروا الناس الحاصل. ما في حاجة سيما سكات ولا في حاجة سيما، وروا البشر الحاصل، الشعب السوداني ده كله أطلعوا يقولوا الحاصل شنو، في حاجة ما في حاجة، الأمور طيبة الأمور زينة الأمور ما طيبة، في حاجة وروا الناس الحاصل. لكن ما تقولوا إن شاء الله بإذن، إحنا عارفين بإذن الله، لكن في شنو الحاصل؟ الناس دار تعرف. الآن المصباح ده ما ملك نفسه ولا ملك، ده ملك الشعب السوداني، ده ملك الشعب السوداني، دي الحقيقة. الآن ده ملك الشعب السوداني، عشان كده مفروض الآن يطلعوا حاجة يوروا الناس الحاصل، يطلعوا حاجة يوروا الناس الحاصل. في شنو الحاصل؟ في عرقلة، في كده في كده، وروا الشعب السوداني. طلعوا بيان قال شنو؟ احنا الليله في صحفي بيطلع من الصباح، عندنا صحفي معروف قال 1 2 3 4، خلي الكلام تطلعوا يوم ذاك، احنا الموضوع عندنا معروف عارفينه، خلينا من الكلام الهناي الميت، احنا داري كلام نجيط، الحيثيات فيه والكلام كله عندنا كامل، لكن احنا دارين نسمع الغنى من خشم سيلو، دي ما فيها مجامله، دي سيادة الدولة السودانية. بس احنا ما دارين نتكلم اكتر من كده في الموضوع ده. ادونا شير يا جماعة، ادونا شير يا جماعة، ادونا شير يا جماعة. طبعا طبعا لما طلع القائد العام البرهان قال في حاجات، في اشياء، في كده في كده، طبعا يوسف عزة طوال الصوت هبش، طلع لك بعد دقيقة واحدة قال لك لا لا لا، واحنا سجلنا واحنا كنا واحنا كنا. لا لا يا يوسف، لا لا، الثمانية بيانات دي عشان تتكتب، دي دائرة ليها على الأقل عشان تتكتب ما تزاع، دي دائرة ليها على الأقل 15 20 يوم. الثمانية بيانات دي دخلت بها اليوم الأول جوا التلفزيون ودار تزيعها، دي ما بتتكتب في، لو جيت تقراها في ساعة ما بتقدر تقراها، خلي تكتبها في ساعة، خلي تكتبها في ساعة، دائرة لها وقت طويل. يعني قصة أنا كنت نايم، أمي جات قالت لي وصحتني من النوم وجرتني من كرعية وقالت لي قوم الطيران، ده كلام ما عنده أي قيمة وكلام بتاع زول كذاب، كلام بتاع زول خارج السلخانة. نحن الكلام بتاعك ده عارفينه، قلنا زمانك من أول يوم، قلنا لهم يا جماعة الناس دي جهزوا خطاباتهم وجهزوا نشرتهم واتفقوا في بيت المهدي ويمشوا بهناك يزيعوا، والكلام ده قلناه. يقول لك مشوا ضربوا، مشوا سووا، ضرب منهم، انتوا جهزتوا كل حاجة، احنا انتصرنا وقسما بالله العظيم انتصرنا،
قسما بالله العلي العظيم انتصرنا، قسما بالله العلي العظيم انتصرنا. إمكانيات بياناتكم جاهزة، بدلكم جاهزة، حكومتكم جاهزة، بس ما باقي إلا تستلموا دل من الأربعة، أربعة شنو اثنين تستلموه من جوا، اثنين تستلموه من جوا، بياناتكم دارين تزعوها كضبطوا فيها. سلم المفتش العام، سلم وانحاز لينا، وهنا ينحاز لينا، وينحاز لينا، وداك ينحاز لينا، وداك ينحاز، كله كذب ونسى كلام فاضي. شعب السوداني الان مفروض يرفع راسه تاني، ما احنا رافعين راسنا، لكن الان راسك خليه فوق في السماء، افتخر انك سوداني وعندك جيش، افتخر انك سوداني وعندك جيش، والله العظيم تفتخر انك سوداني وعندك جيش. ويقع حاطي بجنبك الان، لو جنبك شام مساي اقطع في كف طوالي، ايقع حاطي جنبك الان اقطع في كف، ايقع حاطي قاعد في قهوة في مصر مفروض كف طوالي كده في وشه، في شنو تاني حتي تقول؟ شنو حتي تطلعوا للناس تقول؟ شنو حتجي تقول؟ والله كنا ما عارفين، بتقدروا ما بتقدروا، احنا بنقبل منكم، تعالوا اطلعوا قولوا كنا ما عارفين، احنا قبلانينا، اطلعوا قولوا بعد كده، اطلعوا قولوا احنا ما بتقدروا، ما بتقدروا، لانه يوسف عزت ده عامل لكم القلاشة وماسك عليكم فيديوهات وتسجيلات وكل حاجة، الرفع لايف مباشر عنده، احنا رضيانين نطلع وقولوا كنتوا ما عارفين انه ده فعلا الجنجويد دارين يقلبوه، ويوسف عزت اطلع وقولوا يوسف عزت انا اديك كان معاه منه؟ كان معاه جحفر حسن، وكان معاه ياسر عرمان، كلهم كانوا قاعدين معاه برا حارسين، حارسين بيتين يزيعوا البيان، بيتين يزيعوا البيان، يقول لك يكذب كذب كله يا جماعة، كان كذب، شوف كان كذب كله، كذب كذب ساي ونسى، أطلع أقول الكيزان وقبضنا 50 غناص و40 غناص وقبضنا علي كرتي وقبضنا ضباط وقبضنا إسلاميين، وكله كذب، بس كذب 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 كذب. ها ربنا كشفكم، مع اننا نحن مقتنعين اقسم بالله عارفينكم انتوا من الاول مجهزين للانقلاب ده، وانا قلت الكلام ده، مشى خالد سلك والطاهر حجر قبل رمضان بيومين، اتغدوا مع طه الحسين ووقعوا على الهناية ان يوم 15 البرهان ده جوا الجك، ويوم 11 لما جحفر جاء وطلع وقال لكم من يوم 11 نحن، ومن يوم 11 نحن، والمن القتاني وي زول الوقت ذاك متفقين، ما الكلام ده ما بيسمع، كلامنا ما كان بيسمع، لكن دي الحقيقة، الناس زي المتفقين، الناس زي طبخوها قبل رمضان بيومين، طاهر حجر مشى يعمر دوش بتاع عمره، دوش بتاع مريسة معفنة ليه سنة، دوش بتاع زول سكران عمره ما صلى، دوش بتاع نجس ما بيعرف الله، دوش بتاع خاين، دوش بتاع ارديد، ده ما هوش بتاع حاج عمره، عمره منو يا عفن، عمره منو يا نجس، عمره منو يا عواليق يا وسخ، عمره بتاع ساكر، مشى هو خالد سلك وطبخوها مع طه الحسين قبل رمضان بيومين، ومعاهم زول تاني واحد واجنبي، اجنبي معاهم واحد اجنبي، الناس دي رتبوها في المدينه المنوره، الناس بتمشي عشان تزور الرسول صلى الله عليه وسلم، دي مشوا المدينه عشان يدمروا بلد، مشوا المدينه عشان يبيعوا، مشوا المدينة عشان يدمروا الشعب السوداني ويدمروا الدولة السودانية، اتفقوا مع الشيطان
هناك وقاعدين ومشوا قاعد. الحاجة اللي حصلت دي حاجة، ولا شوف الناس دي المتفقين، الناس دي ما داعمين، الناس دي شركاء 50-50، الناس دي شركاء 50-50، ناس دي ما داعمين ولا الناس دي حاضنة، الناس دي شركاء في الغرار، شركاء في المجازر، شركاء في السرقة، شركاء في الإبادة، شركاء في التدمير، شركاء في التهجير، شركاء في يفتى مجزرة ود النورة، هم شركاء فيها. ده التعامل الصحيح، مفروض الآن يتعاملوا كده، مفروض الآن يتعاملوا كده. تطلع الغرارات ويطلع أمر أول حاجة، ودي الحاجة لو قلت يا برهان فعلا الكلام اللي قلته يوم ده قاصده، عندك حاجة واحدة احنا بتبرهن انك انت قاصد، الجنسية السودانية انزع منهم، خليهم تبقى مشكلتهم الجنسية، مسافة تفتشوا عشان يقدروا يمشوا الجنسية ويسووا الجنسية، القيامة تقوم. اسمح كلامي، قسما بالله تنزع منهم الجنسية السودانية رسمي شعبي عشان يمشوا يفتشوا الجنسية من اي مكان تاني، دايرين سنين عددة. الدول ما بتشوفت اللي بيبيع بلده، ما في دولة بتدي جنسية ولا في دولة، ده اللي بيعيشوا بدون، ده اللي بيعيشوا كرتة. تعرفوا الكرتة؟ قسما بالله كرتة. انت داير تاز الناس ديل وداير تنتغم للشعب السوداني وتجيب له حقه من السكارة، انزع منه الجنسية السودانية فورا ببيان رسمي شعبي دغري، بيان بالعمل، خلي الكلام وما يجوا ويجوا وما يجوا، انزع منهم الجنسية. الميتين تافه، الميتين فاشل، الميتين سكرجي، الميتين قوات، انزع منهم الجنسية الان. مش طالما ما قدرت تقبضهم خليهم، انت لو تنزع الجنسية اسمح بس انزع الجنسية منهم. بيان رسمي شعبي اطلع في اسرع وقت انك انت الناس دي جنسيتهم جوازهم ما خلاص انتهيت منهم، نزعنا منهم الجنسية السودانية، نزعنا منهم الجنسية السودانية، تطلع نشرة مختومة في وزارة الخارجية في كل السفارات، الموضوع قضى قسما بالله العظيم، الموضوع قضى. تاني يبقوا خلي في يوقفوا الحرب ولا ليه سلام، يمشوا داري لون تاني 15 سنة عشان يفاوضوا عشان يبقوا سودانيين، عشان يبقوا سودانيين، ما دايرين خطوات بتاعت كلام، دايرين افعال. القحاط الان افعال، نحن جوانا نار الله الموغدة، جوانا لهب قسما برب الذي خلقني. اي وسخ في السودان قاعد الان في منطقة، كان في جزيرة، كان في السماء، كان في السماء، كان في قسما برب الذي خلقني، في يوم من الايام ما خليناك زي اختك نكون اولاد حرام. الكلام ده لا بنجامل فيه ولا اسمع الكلام، اللي بتكتب في السر، اللي بتنبس في السر، اللي عامل لكم شغل في السر، والله يا اولاد الحرام وقسما بالله يا اولاد الحرام جايكم يوم لا بنجامل ولا بنجامل. انتوا مشكلتنا وانتوا محكوم عليكم بالاعدام مننا، انتوا عمالة، نحن ما عندنا زول بنرجع ورا عشان نشيل زنزول، احنا الشعب السوداني وانتوا باعتباركم دنيا سايلة. دي الحاجة اللي بنقولها لكم. عشان كده يا برهان الان 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 وجه بسحب الجنسية السودانية من العملاء والخونة، ده ابسط حاجة تعملها، ابسط شيء تعمله الان، ابسط حاجة تعملها اليوم. ده شفت ده والله العظيم ده اسمه الكيكي، الناس زي اللي حيلفوا كده ما حيعرفوا يمشوا وين، بس اسحب منهم الجنسية السودانية، اسحب منهم الجوازات، خليهم بدون، لا ترسل انتربول يجيبون ولا ترسل هنا، بس خليهم بدون، براهم بيجوا عشان يفاوضوا على جنسيتهم، عشان يجوا عشان يدليلون تاني 10 سنة، خلي بينسوا ذاته، بينسوا وين يمشوا، ما حيعرفوا ذاته يعملوا شنو، ما حيعرفوا يعملوا شنو قبل فوات الاوان،
وقبل ما انزع الجنسيه اخلي الشعب السوداني يفرح، واخلي الشعب السوداني يعيش، واخلي الشعب السوداني ينبسط. ألم القحاطي بالنسبه لنا عيد، ألم القحاطي بالنسبه لنا فرح، ألم القحاطي بالنسبه لنا انتصار، ألم القحاطي بالنسبه لنا بيفشي صدورنا شويه، بيخلينا نحس بأننا نحن انتصرنا. عشان كده يا برهان انت شفت بعينك وقلت الناس ديل وعرفتها، وقلت ما يجوا وعرفتها، وانه شركاء تاني في شنو؟ تاني اللي بيعطل شنو؟ العداله والقانون. ما في حاجه بتعطلها، انت طوال اشتغل لنا عداله واشتغل لنا قانون. اشتغل لنا عداله، اشتغل لنا قانون، اسحب لنا عندك في يدك بيدك، انت القائد العام وباعتبارك الان مفوض من الشعب السوداني وباعتبارك رئيس الدوله السودانيه. حسب الصلاحيات حقتك من حقك تعمل اي حاجه. طلع لك مرسوم دستور جمهوري كبير علني حدادي مدادي، طوال اسحب من العفن العواليق ال 200 ديل، اسحب منهم الجنسيه واسحب منهم الجواز وخليهم بتون، عشان يعرفوا قيمه الجواز الشايلينه ده، عشان يعرفوا قيمه الجنسيه اللي لافين بيها دي، عشان يعرفوا الوطن شنو، عشان يعرفوا السودان شنو، عشان يعرفوا اللي كانوا هندا قاعدين في جنة لو كانوا مذلولين، لو كانوا مضطهدين، لو كانوا أي حاجة، طالما في وطن وكان لامين وعندهم جنسية وعندهم جواز، والله ملائكة. مجرد ما تتسحب منهم الجنسية والجواز والله بيعيشوا حياة مرة، لا في دولة بتقبلهم ولا في منظمة بتقبلهم ولا في ذول، حتى لو قبلون في المنظمات بودون الكرتة، محلات الكرتة بيودون الكرتة. عشان كده يا برهان انت شفت بعينك، شفت بعينك، وده بسيط، ولسه لسه على ايام الجاية، ويا ما تشوف العجب، يا ما تشوف العجب. الكلام شفته ده بسيط، الايام جاية وحتشوفوا العجب. عشان كده الشغلة محتاجة الان قرارات، قرارات في كل مكان يا برهان. الشعب السوداني الصبر صبره وفات وواقفين ومساندين جيشنا، لكن محتاج الناس تقيف، وانت بالذات تقيف كقائد عام للقوات الشعب المسلحة. زياراتك الثلاثة للنيل الأبيض وللسنار وللمناقل ومشيت الفاو باعتبارك قائد عام أثرت، رفعت معنويات، فما بالك لما القائد العام يكون حريص على الانتصار، يكون حريص على كشف العملاء، يكون حريص على محاسبة العملاء، يكون حريص على كشف الطابور بنفسه. احنا ما دارين نشكك، لكن دارين تغير. في ناس دوراتهم انتهت في القيادة، 4 سنة مضت وانتهت، خلاص انتهت. الناس جوك ضباط كلموه قال لك كده، هنا ما تجامل، ما تجامل، ما في زول اكبر من انت الان. المزول من الشعب ومزول امام الله، مزول امام الله. اي زول لو عنده حاجه صغيره، مشروع، عمل له مشروع شهر، بيقعد بيراجع يشوف عمل شنو، كسب ولا ما كسب، نجح ولا ما نجح ولا سوى. في حاجات محتاجه انك تقعد تراجع تشوف الحاصل شنو، محتاج تنفض مكتبك اللي قدامك ده تنفضه. القياده محتاج تجيب قياده جديده معاك، محتاج تغير الدماء الجوا. الله يدونا العافيه، ما قصروا، ما بنتهموا باي حاجه، ما قصروا، شكرا لكم والله العظيم ما قصرتوا، وقفتوا وعملتوا كل حاجه، لكن الان الناس محتاجه دماء جديده، حتى الجيش محتاج دماء جديده. جيب غرفه السيطره، شيل هيئة الأركان، جيب الشغل الثاني، شغل البلد، خلي البلد تمشي لقدام، خلي البلد تمشي لقدام. الشعب السوداني الآن والله مبسوط. القحاطي كان دار بمجزرة بتاعت ود النورة دي، دار يحبط الشعب، ودار يفرق بين الجيش وشعبه، ودار يفرق بين القيادة والشعب، يكسر الموضوع ده وانتهى منه وعجنه، والحمد لله الآن القحاطي اتلبى الثاني. 3 يوم القحاطي فتح كده، بعد شوية دفن تاني ما شفنا الليلة، ما شفنا، ما قدروا يعملوا أي حاجة، ما قدروا يمشوا الشعب زي ما دارين.
ما قدروا يخلوا الشعب يصدقوا، ما قدروا يفصلوا الشعب من القيادة ومن المؤسسة العسكرية، ما قدروا، موضوع انتهى. ليه؟ لأنه ده رابط خلاص، ده موضوع انتهى، بيجين احنا رابطنا واحد يموت سوا مع المؤسسة العسكرية ينعيش سوا، لا ممكن نغدر بها ولا ممكن نخونا، ولا المؤسسة العسكرية يوم من الأيام ممكن تخوننا ولا ممكن تغدر بينا تاني. عشان كده الآن يا برهان عندك الوقت وعندك الزمن، الحمد لله روسيا ما شاء الله تبارك الله اتفاقيات شغل مرتب، ما شاء الله مالك عقار شغال، وزير الخارجية شغال، جبريل ذاته شغال، الناس دي كلها شغالة. انت دورك العسكري انجز عسكريا، غير عسكريا الحامية بتاعت النيل الابيض، الغايد بتاع الحامية بكل قلب بقول لك شيله برا، ما بيصلح ولا بينفع، ده سبب من اسباب المجزرة بتاعت ود النور. اخر السلاح شهرين، الناس اشترت السلاح بقروشها، اشترت السلاح بحقها، لا صدقة لا من احد، لا تبرع به، جابوه بحقه، مشوا جابوه منعوا يشيلوا، شهرين بمعطل فيهم، شهرين بسوا من جات المجزرة، بعد المجزرة بيوم سلمون السلاح. ليه مسلمون السلاح بعد ذاك؟ القائد بتاع الحامية بتاع الفرقة 18 ما بينفع، زول فاشل نهائي، ما بينفع ما بينفع. الكلام ده ما كلامنا، الكلام ده مع الناس اللي تعاملوا معه، ده كلام الناس اللي تعاملوا معه، كلام الناس اللي مشوا اشتروا السلاح من هناك وجابوه. يا اخ سلاح ما جاي للتمرد، جاي لناس يدافعوا عن نفسهم، انت ما دافعت عنهم وهم دايرين يجيبوا سلاح يدافعوا عن نفسهم، انت تمسك منهم السلاح؟ انت معناته جنجويدي، انت معناته خاين، انت معناته خاين، تستاهل تمش. ما خلاص سي زول حسب عمله قدم يقعد، ما قدميش. الجيش ما لواء، الاف اللواءات، انت ما سمعت بالكلام ده يا برهان؟ الزول ده اخر السلاح المشترينه ناس ود النوره شهرين، لحد ما المجزرة حصلت حتى ينفك السلاح. السبب شنو؟ طواطو طواطو، عميل عميل، دي الحقيقة. نكذب نقول لك الغايب بتاع الفرقة بتاع النيل الابيض هناك؟ لا لا والله، فيه شكك وفيه ريحة، للأسف دي الحقيقة. الكلام ده ما كلامنا، الكلام ده مع الناس اللي تعاملوا معاه. الغايب بتاع النيل الابيض قبل ما يدمر النيل الابيض وقبل ما يبيعه يا برهان ما تمشي جامل ساي واستقبلك وحياك، الزول ده متواطي، تصرفاته متواطي، افعاله متواطي، شغله متواطي، جيب لك رجال. الجيش مليان اولاد حلال، الجيش مليان اولاد حلال، جيب واحد النيل الابيض، لانه بتاع النيل الابيض ده يا هو مسك السلاح. احنا سالنا ومشينا وشفنا والقصه وتواصلنا، وفي النهايه لقينا الزول ده اخر الناس بعد ما نازل، لحد ما الجنجويد جوهم ما سلمونا السلاح، الناس ذي اشتروا السلاح من جيوبهم الخاصه وموصيين انهم يجيبوا سلاحهم من هناك ويجوا داخلين به. احنا ما بنقول لو كانوا، لو كانوا لو بتفتح عمل الشيطان، لكن دي الحقيقة، وجعلنا لكل شيء سببا. تأخير السلاح بقى لهم سبب، ولا أخر السلاح منه؟ أخروه الارتكازات حقت الغايد بتاع الفرقة 18 اللي قال ما تمشي، لما جابوا لي وامشي جيبوا لي ورجعوني وين، ودارين يشيلوا السلاح لشنو؟ يدافعوا عن عرضهم وعن نفسهم، دارين يحموا اعراضهم ويحموا شرفهم. انت ما حميتهم، بتدس منهم المحافر ليه؟ انت ما حرستهم، بتدس منهم المحافر ليه؟ انت واقف تتفرج عليهم، انت مالك مال سلاحهم، اشتريته لون انت؟ البلد دي حقت ابوك؟ انت مالك يا اخي؟ البلد دي حقت ابوك؟ حقت ابوك؟ انت مالك؟
انت مالك؟ انت ما راجل دار تدافع؟ هون اشتروه بحقه من مالنا الخاص، جابوا مديته اللي انت، انت مالك ماسك السلاح؟ ماسكوا مالك السلاح؟ الجنجويد ما داخلين بالمسيرات، ليه ما قاعد تمسكون؟ هذيك عندك النيل الابيض كلها وقود شغالين تهريب، ليه ما قاعد تمسكون؟ مناطق بهناك غرب النيل معروف المناطق اسمها شنو، ليه ما قاعد تمسكون؟ ليه ما قاعد تمسكون؟ السبب، السبب شنو ما قاعد تمسكون؟ هذيلك داخلين الجنوب من جنوب السودان، ليه ما قاعد تمسكون؟ بس اشمعنا السلاح بتاع المقاومة الشعبية؟ خلاص انت حريص على الوطن؟ خلاص انت دار تورينا وطنية؟ دي عمالة منك، للأسف دي عمالة منك، قسما بالله العظيم دي عمالة منك. ما في البلد دي حقتنا، قسما بالله العظيم ما في زول شفته مهما بقيتوا ومهما طلعتوا فوق ومهما عملتوا نفسكم، والله ما في زول أكبر من الشعب السوداني، ما في زول والله بيمشي فينا كذب وطلص ونفاق. الحامية بتاع النيل الأبيض ده زول خلاص سقط في نظرنا، زول فاشل، زول فاشل، سقط نهائي، سقط أخلاقيا فاشل. لو جاك البرهان ولا جاك الجن الأحمر انت زول فاشل ما بتنفع، لأنك تصرفاتك بتاع الزول عميل، حركاتك بتاع الزول عميل، كله أي حاجة فيك هذي قدامك منطقة كاملة عارفينها باللسي، قسما بالله العظيم لو دار توقف الوقود بتوقفه، الحفلات بتشحن منها وانت عارفها، عملتوا لها شنو؟ ولا حاجة. هذيلك بيت ناس هباني في النيل الأبيض، كل عملاء وكل وسخ، كل وسخ، قلبك تمش تحتغلون وتدخلون لكن ما بتمش، لكن بتاع مقاومة بتوقفه، بتوقفه ليه؟ لأنك جنجويدي. ما قال لك البرهان وحييته ومشيت فون المكنة، نحن بنقول لك جنجويدي، جنجويدي، تعرف أنك جنجويدي، ودي بلدنا، والله ما كرجل مننا، وقسما بالله ما كرجل مننا، وحقنا ده والله من حباب عينيك. والكلام ده كلام ناس ود النورة، قالوا السلاح عندك انت مسكته شهرين بقروش حلال ومال طلعوا منه جابوا أولادهم من برا، لا منا منك، لا تبرحت بون انت، لا جوش حدوك، جابوا بقروش انت مالك ماسكو، انت مالك ماسكو، ماسكو ليه؟ الممسكك ليشنو؟ لانك عميل واطي ما اكثر ولا اقل، الناس اللي ما تدي في رقبتك، لو عندك اخلاق ولا عندك رقبه ولا عندك دين والله في رقبتك انت، كان انت كان قائد الحاميه عوض الكريم، الاثنين والله العظيم شفتوا احنا الاثنين انتوا والله بطلنا منكم طمط الاثنين ومعاكم عقيد ثاني. السحب الناس، احنا اي حاجه عندنا تفصيل وده بلدنا، قسما برب الذي خلقني، القلب بيقعد وسخ والله كذاب، نركبك عكاز لما ميتينك اطلع، وبيجي اليوم الكلام ده تعرفوه كلام واضح، يا تبقوا رجال وتشتغلوا يا في 60 داهية و60 داهية، اي واحد فيكم يبقى راجل ويشتغل، ماشيين وين جارين؟ العدو جاك هجاري وين؟ بتموت بتموت، يا تبقوا رجال تشتغلوا يا تخلوها، لكن ما تقعدوا تعملوا لنا في عمالة وقاعدين وراسين رتبة، والله إن خنقك نقتلك في مكانك، ما أنت أعلى من الشعب السوداني ولا أنت اللي بتوجد الشعب السوداني، أنتوا قاعدين الآن مفروض يا تشتغلوها عسكرية رجالة يا تخلوها. السلاح ده داخل بين عوض الكريم الغايد الجابوه بتاع الفرقة الأولى مدني، ويداخر بين غايد الحامية بتاعت النيل الأبيض، ودي الحقيقة، الكلام ده قال من هناك والدنيا كلها عارفه، سلموا لهم بعد المجزره، سلموا لهم بعد الفاس ما وقع في الراس، سلموا لهم بعد ما انسحبوا وخلوهم اتبادوا، سلموا لهم بعد الوقت ذاك، عشان كده مفروض يدفعوا الثمن. ما في احنا معليش باركوه الجيش مليان لواءات والله ملازم يسدها، وقسما بالله جندي وخدته في الحاميه بتاعت النيل الابيض سدها، جندي وخدته في الفرقه الاولى مدني سدها، ما هي شنو الشغله هي شنو؟ قلب، ممكن تجيب لك فريق وما عنده قلب، ما عنده قلب بيعمل ولا اي حاجه، شفنا بعيننا. عشان كده النيل الابيض يا برهان دار تغير، جيب لنا ضباط بنعرفهم،
قبل ما تسقط ولاية الجزيرة في مدير بتاع شرطة، الزول ده كان شغال شغل سبحان الله أنا ما بعرف اسمه، كنت حافظه لك اسمه جمال. الزول ده كان شغال شغل مدني، دي شفتها منظفها نظافة، فجأة كده سحبوا شالوا. ليه السبب؟ الزول اللي بيكون شغال طوالي ما بخلوا بيشوتوا برا، بيخلوا الخنايط وبخلوا الرمى، بيخلوا الخنايط وبخلوا الرمى. في واحد مدير شرطة كان اسمه جمال كان قاعد والناس كلها طالبوا بيكون الوالي يخفي زول زي ده، الناس كلها دارين انه انتوا بتجيبوا خنايط تجيبوا لنا والي وتجيبوا لنا، احنا ما دارين مجامله ما دارين طبطبه، الشعب السوداني بيختار الوالي حقه وبنختار قائد الحاميه اللي احنا بنسخ فيه، ما بتجيب لي قائد بتاع حاميه عشان يجي يمسك سلاحي عشان انا ماشي انغز عرضي وشرفي، يجي يمسك السلاح شهرين انا طالب اقتنع به قائد؟ ما بقتنع به. عشان كده يا برهان الناس اللي انسحبوا من مدني ما دارين انهم اي رتبه انسحبت من مدني من الجزيره خلت اهلنا ما دارينها، لانه دي احنا بالنسبه لنا عدو، قسما بالله العظيم عدو. اي ضابط انسحب من مدني ده بالنسبه لنا مشكوك في امره، ما بنطيقه ولا دارين نهاية، ما دارين نهاية، ما بحقنا وبمزاجنا وغصبا عنه كراعه في راسه. دي الحقيقة، الناس الكل اللي انسحبت من مدن دي ما دارينا، عوض الكريم اللي جبته ده ما دارينه، لأنه عوض الكريم كان عارف السلاح بتاع ود النورة. الناس دي عارفين الجنجوي جاي على ود النورة وطالعين فوق الكوبري وقاعدين يضربوا والشغلة واضحة شايفينه، الإحداثيات مشت والدنيا كلها عارفة، ما في ذول معارف أصله، ما في ذول معارف عشان الناس دي ما تشوه سمعة الجيش وتوسخ الجيش وتنجش وتخلي الجيش سمعته في أي بني آدم، وتدي الناس ثغرة زي العفن العواريك ديل شوتهم برا. في شنو؟ ما أنت ما ممكن تخلي العفن والعواريك ودار الناس ما تتكلم. نحن قاعدين حارسين، ما في زول هاي مست، اكيد انت برضه ساعد الناس. ما هو الاعلام ما بيغطي العفن والوسخ كله، الاعلام ممكن يغطي لك عفنه بسيطه وسخه بسيطه، لكن رمم كرور من الرمم يغطي كيف؟ يغطي كيف؟ احنا بنحارب في وسخ جوه ووسخ برا. انت قفل المساحات، قفل خلي الناس عشان احنا نقدر نقيف للقحاط ونقيف للجنجويد ونقيف للعالم، لكن انت خلي لنا وسخ، خلي لنا وسخ. اها كيف؟ كيف؟ لازم انت تساعد الناس، انت بتقول الناس تتكفى والناس لازم تفوت على المخطط، احنا ده شغالين بنفوت ما خلينا لهم نفس، لكن انت ساعد الناس يا برهان، خدت لنا عملاء وخونة وكيف؟ انت ما شايف ولا ما قاعد يكلموك؟ انت ما قاعد تسمع؟ ما كلموك؟ قال لك الحاصل؟ ما سمحته؟ ما حكوا لك القصه بتاعت السلاح؟ ما قال لك ما جانا السلاح له شهرين؟ الناس عشان تقيف والناس عشان تدعم والناس عشان ما تدي فرصه وتفوت المخطط، انت ساعد، ما تدي مجالات للعملاء. اي ضابط فو شكك فوطك وديه، احنا ما مش الجيش مليان، الجيش مليان ضباط، الجيش مليان ضباط، يعني الجيش ما ضباط مليان ما شاء الله تبارك الله. الناس عشان ما تدي فرصه وتدي الناس، الجيش الشعب السوداني بيعاني، الشعب السوداني شايف بيمشي يشتري سلاح بحقه وما بده له، الطرق هناك الحافله بتاعت الجنجويد ولا بتتفتش، بيقطعوا فيهم مليار بيبيع بور الجنجويد، بخش اي منطقه، بور سودان بخشها، بنقله بخشها، شندي بخشها، ماشي وبيقطع قروش بيدفع. السلاح لما نجي لنا نحن بتاع المقاومه ما بخلوه يخش، ليه؟ معناته في حاجه غلط، معناته في شغل غلط،
عشان كده يا برهان، زي ما انت بتطالب الشعب السودان انه يلتف حول جيشه ويفوت على الناس المخطط، انت ساعد الناس، ساعد الناس بانك تنظف الوسخ، ما تخلي وسخ، ما تجامل بالجيش، ولا الجيش فيه صاحبي وصاحبك، الجيش فيه واحد اثنين ثلاثة أربعة عسكرية، الناس اللي جيت حوالينه كده بيل طوالي، الشعب معاك، لكن انت بتجامل بالجيش والشعب يقعد يحرس شنو؟ طيب الشعب يحرس منه؟ الشعب يحرس منه؟ احنا قبل ايام احنا بنتكلم في جبل سقدي، قلنا يا جماعة الجنجويد ما يخشوا جبل سقدي لانه في ناس قاعدين هناك مساكين. الجنجويد ب 15 تارشر خلوه دخل من سنار جبل سقدي، اذى الربيع ده، قول لي الجيش اللي عندك كم انت ما شفته؟ الجيش اللي استقبلت في سنار ده ما بغطي جبل سقدي وجبال سقدي؟ ليه عدوا الجنجويد مجال يمشي للغرب بتاع جبل سقدي بهناك تروض الناس؟ انا ده السؤال اللي بيحيرني، السبب شنو؟ كون الغرة دي تهجر ويتسرق اللي اسمه ربيع ده بيكون مبسوط؟ الربيع سقدي دي منك كم كيلومتر؟ سقدي منك كم كيلومتر؟ في شنو الحاصل؟ ما نحن دارين نعرف. هل الجنجويد ارجل منك؟ قول احتمال ارجل منك، احنا قول لنا ارجل مني بس. الجنجويد عندهم قوه اكثر منك؟ الجنجويد عندهم تارشيرات اكثر منك؟ الجنجويد عندهم طيران؟ الجنجويد عندهم مدافع استراتيجيه؟ انت عندك كل حاجه، وخليهم قاعدين يطردوا في الناس، والناس كلها ناس 20 قريه، والحوش اكثر من 200 قريه. هذول ناصحين وانت قاعد وخدت لك جيوش وقاعد حارس شنو؟ انا ما بعرف في شنو الحاصل. الناس دي لازم تنزح من الجزيره. قول للناس يا اخي ناس الجزيره ديل احنا ما دارين نعمل، احنا دارين نقعد في هنا نقعد. انا ما بعرف في شنو الحاصل. الناس الليله نزحوا ديل المفروض ما ينزحوا. الناس دي قاعده سنه وشهرين. السنة وشهرين الناس الأول هذين الناس يوسف عزت طلعوا يوم 5/8 بينات دارين يزرعوا البيع، لأنه كانوا واثقين شايلين نافية دون كده، كانوا بجيوش وعتاد وما قدروا انتصروا على الجيش. الجيش اللي كان فيه رجال و35 ضابط وقفوا ليهم قريبة 10,000 لما استشهدوا واتدفنوا جوا القيادة، دافعوا عن القيادة ودافعوا عن الوطن ودافعوا عن البرهان ذاته، قدموا روحهم، ما قالوا والله روحنا دي غالية على البرهان، ولا خافوا، قالوا ننسحب لورا ننسحب لورا ننسحب لورا نترتر نترتر نترتر، وقفوا صنددوا، ما قالوا ما لنا مال البرهان نركب نمش، ما قالوا، وقفوا صنددوا واستشهدوا دغري. ليه استشهدوا؟ ليه؟ ما هو لانه عارف نفسه دي وظيفته. انت بتقعد تسعى بالله عندكم ضاق قلب يا ربيع تقعدوا في المكاتب والناس قدامكم الغرة تختصب وينزح كل يوم؟ عندكم كده؟ ما انا ما بعرف انتوا بلاستيك؟ انتوا تخرجتوا من وين؟ كليه بامانه احنا احتمال في كليه غير الحربيه، احتمال في كليه يا ربيع غير الحربيه دي. انت والله العظيم احتمال، لانه سقدي دي كلمناكم فيها، قلنا لكم دي فيها غرة وفيها ناس وناس ما عندهم اي حاجه، خليتوا الجنجويد وصولهم لازم يصلون، يشيل عرباتهم ويدقون يشيل بيقسم معاهم. من الجنجويد ده انتوا قاعد تقسموا معاه؟ بيشاركوه في السرقه دي؟ ورونا، قول لنا والله احنا بنستفيد، بيقسم لنا نص السرقه، بناخد مدينا عربيه الا كده. لو جبت سبب مقنع يخلي ال 15 تاتشر يهجروا لهم 40 غرية وانت عندك الاف التاتشرات قاعد حارس، انا مستحيل اقعد اديك كلمة حلوة، قسما بالله بلك كل يوم، قسما بالله لو جات التعليمات الليلة بالليل انا بلك الليلة بالليل. يا اخي معقولة؟ حارس شنو عربي؟ ما جاك البرهان جنبك؟ ما قادر تكلم اطلع بيان قول والله قال لي ما تتحرك، قال لي خلي الناس حشة كلها والموضوع انتهى، اطلع اقول الكلام ده؟ قاعدين كل زول قاعد في حاميه وغايد غايد غايد على شنو؟ انتوا ما قوات، انتوا طراطير، قسما بالله العظيم انتوا طراطير.
الطرطور لما نشوف عرضه قدام عينه ينتهك. الطرطور لما نشوف الناس الحاميون ما لاقين زول يحميهم. ده ما اسمه غايد. الغايد ما كده. الغايد ده عنده اخلاق. الغايد ده تربيه. الغايد ده قلب. الغايد ده شجاع. الغايد ده راجل. الغايد ده فارس. لكن الغايد اللي بيحرس لما يقول له امشي احمي، لما يقول له يا اخي يا خلو ما قال لك امشي احمي انت براك اللي يجي يشنقوك، فارس راجل امشي احمي انت ما غايد وعندك الامكانيه، تخلي لك 15 تاشر واجانب جايين من النيجر ومن مالي يخش يغتصبوا الحراير بهناك في مناطق قدامك، وباعتبار لك امن استراتيجي يعني ده يومين ثلاثه بكونوا جوا سنار بهناك. دي الحقيقة، دي الحقيقة. عشان كده برهان الناس واقفة والشعب واقف، وجيش واحد برغم المرارة، جيش واحد برغم الألم، جيش واحد برغم الموت، جيش واحد برغم التهجير، جيش واحد برغم أي جيش. أنت ساعد الناس، شلينا العفن، شلينا الوسخ، شلينا الرمم، شلينا الخنايط، شيل. ما تبني لنا الدولة بخنايط ورمم. الدولة محتاجة نفط، الدولة محتاجة تتغربل، الدولة محتاجة قرارات منك واحد اثنين ثلاثة أربعة عشان الناس تعرف. ما كفاية، ما كفاية أننا نحن نشوف يوسف عزت، احنا عارفين، احنا دارين القرارات بتاع النيل الأبيض ده معروف له فترة طويلة قاعد ساي نايم. اتفضل قطينا بدي التعليمات يقول لي اعمل كده، دي المشكلة. عشان كده يا برهان داير الناس يساعدوك ساعد نفسك، داير الناس يساعدوك ساعد نفسك، لانه الناس دي تعبت والله العظيم. انتوا بتقولوا للناس سووا، الناس بتفقد 200 300 وقاعده صابره، الناس شرده قاعده صابره، حكايه الناس صابره، وانتوا بتطلبوا بتطلبوا ما دايرين تدوا، ما دارين تدوا، ما دارين تغيروا، ما دارين تعملوا حاجة كده تخلي الشعب السوداني يقول أي والله، ما دارين تعملوا. عندكم عندك قرارات، أطرد السفير ابن الميتين ده طلعوا في شنو، أطرده، طلع السفير بتاع الريمان ده طلعوا برا. ما عندك خيار. أعمل لك حاجات، الناس بتموت، شفنا الشاحنات قبل يومين داخلة، شفنا الناس، شفنا المسيرات، شفنا الناس زي ما وقفوا. الناس زي الناس الزمانك بيقول لك والله لو الزول ده طردنا وين هذا قاعد وزادوا زياده. معناته تطرد، معناته عندك مجال تغير، عندك مجال تنفط، عندك مجال تجيب ضباط تدخلهم غرفه السيطره، عندك قرارات كثيره. انت ما تخدتنا بس في حته بس تطلب مننا، اطلب ذاته احنا بقينا والله العظيم. الشغله ما انت زي ما بتطلب ادي، احنا ما داري منك قروش، ولا داري منك نبقى نقاسمك سلطه، ولا داري منك كرسي، داري منك تنظف لنا المؤسسه بتاعتنا العسكريه، عشان احنا مؤسستنا العسكريه دارين فيها لما نتعامل هذيل جنودنا في الوطن ده واثقين فيهم، ضباطنا من عقيد وتحت ومقدم كلنا والله ثقه فيهم. لكن القواد اللي قاعدين ديل والله بامانه 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 وبصراحه والله احنا نصر الدين ايوب ياسر ديل بنعرفهم ديل بامانه، لانه احنا شايفين اول امس المردومين والله شغالين فيهم ضرب والله العظيم. الناس زي ما قادرين يأمنوا الأمن، خطة أمنية عشان تحافظ على مدرمان، قدموا ناس لغمان وقدموا الأبطال أرواحهم عشان يجيبوها، ما قادر هنا ده أبقوتنا ده اسمه منه بتاع المهندسين ده ما قادر يأمنوا مدرمان، سلموها لك كده قال له هاك يا أخي دي مدرمان جاهزة أمنة لنا أمنيا، ما قادرين يأمنوها. لا الوالي قادر يأمن، ولا ده قادر يأمن، ولا قائد المنطقة قادر يأمن، ولا قادرين يأمنوا. مدرمان مطلوقة، ستات شاي بجنبها، ونسات بجنبها، جبنات بجنبها، مصححين بجنبها، كل جايطة جايطة. يعني مدرمان دي بعد يومين ثلاثة حتشوف كلامي ده أنا بقوله ده،
أشكال غريبة جدا جدا الآن دخلت كرري، ولا حياة لمن تنادي، نهب سرقة بتاع والوين، ولا في حالة طوارئ ولا في حالة هناي، ستات شاي قرقرات ونسات، نفس الوضع القديم وأسوأ منه، أسوأ منه. أهو سمح شنو؟ وإحنا كيف سمح؟ البلد دي وقعت كيف؟ ما وقعت بالكلام الفاضي ده، وقعت بنفس الوسخ ده، ستات شاي والله أكل عيش، وأكل عيش ها إحنا أكل عيش، كلنا البلد كلها تاكل نيم. البلد محتاجة خطط أمنية، محتاجة غانون رادع، محتاجة محتاجة محتاجة، ما محتاجة ونص وضحك وماشي يضحك ويتعصر ويمشي قابل ده ويضحك، وهداك بهناك ذاك فاتحة زريبة بهناك، كل العملاء والجنجويد الرسائل والتدوين شغال، وخدت لي الزور اللي كان بيستقبل الجنجويد و24 ساعة ودارين الدانات ما تقع ما تقع وين؟ وحاط الله ما دانات، وحاط الله يكون احتمال شفتوا طيران كده يركبكم، مش ما يا جماعه ما هوش شغله دايره دايره. قول اللي بيقول لك الناس اللي لسه دير اللي بيمشوا ده القاعد ده اللي بيعمل الاكل ده اللي بيقول لك داير لك خير، وحاط الله لاقيني يوم القيامه. والله ده يلقى الموت فيك وفيك، ده الحصر اللي داخله جواه ليوم الله ما تطلع منه، ده لو لقى مصاكم واحد ورا الثاني كده اكلكم قرمشكم ما بيرتاح. انتوا بتتكلموا ساي خلوه فتحوا وجابوا الناس وبقت ام درمان، الدانات بقت هبطرش، من وين؟ من وين ام درمان؟ راجعوا ام درمان دي قبل فتره قبل ما يجوا تاني، شوفوا كان فيها شيء؟ والله الناس رجعت ما في. الان ليه؟ نفس الحجة القديم ونفس الوسخ القديم ونفس اللعب القديم ونفس اي حاجه، ودارين هاي بتين الامن والامان، وبتين وبتين ما الامن والامان ما بيجي براهم. الامن والامان لو ما الناس وقفت والناس اتكلمت والناس قالت والناس غيرت وبدلت، ما احنا لا بدلنا ولا غيرنا، نحن بندفع في تمن كع 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 ونصبح عسكر من اول واتفه من اول واقذر من اول، ودايرين البلد تصلح عشان انت هاي البلد ترجع ترجع كيف؟ ترجع كيف؟ 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 عم نشوف شارع الوادي، عم نشوف الاشكال، عم نشوف ال 18 الناس الشاقه بهناك، عم نشوف الوسخ، وين الناس؟ بعد شويه كلك تاني حتشيل شنطتك وترجع، ودي الحقيقه، دي الحقيقه. الناس محتاجه خطط امنيه، ده قاعد يمشي يزور فلان ويضحك، فما في حاجه. احنا محتاجين يا برهان عشان الشعب السوداني انتوا بتطلبوا منه. الشعب واقف ومفشل اي مخطط وداعم وما بتستغنى عن جيشه ليوم الدين، لكن انتوا كمان شويه اوعوا للشعب السوداني، نظفوا. انت قاعد سنه كامله مفروض تكون شايف بعينك مكتبك ده اوسخ مكتب في تاريخ الدنيا، كله وسخ، من مدير مكتب لمستشارين كله كله شيل برا. انت خدت لك وسخ لشنو؟ في شنو؟ اي وسخ ما عارف زمن القحاطه بله. جيب ناس نظيفين من الناس اللي لسه في المعارك ديت، ذاتك بتامن على حياتك، بتامن انك تعيش، بتامن انك ما في ذل. دي الحقيقه والله العظيم. عندك حاجات اعملها، غير سوي، احنا معاك شغالين خطط وشغالين ودارين تعمل وكل حاجه، لكن اي خطه وانت ما غيرتها المشكله الخطه حتفشل حتفشل، لانك عندك الخبر. واقسم بالله العظيم الليله الطيران قبل ما يضرب، قسما بالله العلي العظيم، الطيران لما وصل رفاعه الجنجويد لابسين جلاليب، عارفين الطيران جاي، قسما بالله العلي العظيم الجنجويد الليله في رفاعه، الطيران بس قبل ما يصل بنص ساعة لبسوا جلاليب، عربات لموه لبسوا جلاليب وبيقوا كأنه ما في جنجويد يرفع، قسما بالله العلي العظيم. يعني الخبر طلع قبل ما الطيارة تقوم من هناك، الخبر وصل الجنجويد. انت كيف حتضمن؟ كيف 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 انت قبل ما تطلع المعلومة، المعلومة اتصل الجنجويد،
منو اللي عنده بوصل المعلومه منو بتاع الطيران للجنجوي؟ قلت لك قسما بالله العظيم عندي الرسائل قبل ما تصل الطياره هناك الرفاعه الجنجويد لبسوا جلاليب عديل مشوا غيروا عديل جلاليب مشوا غيروا عديل لبسوا جلاليب ولفوا. الناس ذات استغربوا قالوا في طيران جاي وفعلا بعد شويه طيران مشى بهنا. المعلومه جاتهم من وين؟ عشان كده برهان بنقول لك غير 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 لا تخون ولا تشكك. ادي راحة يمشي قبل اولاده ياخذ له مصة مصتين خلاص. هذول الناس نازل عمرهم خلاص خليه يمشي لحق له حاجة اديهم راحة وحفزهم ندون حافز خليه يمشوا ياخذ لهم راحة شوية. جيب لك ناس تاني دي ما تاني جيب ناس غير غرفة دائما ما تخلي الزول في منطقة ليه ما دي بالذات انت ما والشيطان هو شيطان جابوا لي شنو؟ ما جابوا لي الحاجات الزي دي. مهما كان البني ادم غير الغرفه تحت السيطره، غير القياده، كون لك مجلس عسكري، اعمل لك حاجات، لانه الان الخطط كلها بتتسرب بتطلع، ما بتطلع من جنود ولا بتطلع من مواطنين للاسف. الكلام ده حصل في المسيد قبل فتره يوم الضربه تحت المسيد، والضربه اللي حصلت قبل التكينه الطيران قبل ما يجي الساعة واحدة جو قال لي بتاعنا الركشات قفلوا 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 في شنو؟ قال لهم في طيران جاي. الكلام ده حصل كثير في حتات كثيرة. الكلام ده حصل والليلة حصل الليلة بالضبط حصل في رفاعة. الليلة حصل في رفاعة. قبل ما يجي الطيران الناس دي لبسها الجلاليب. معناتها لسه في معلومة، معناتها في انت محتاج تغير وين؟ ما تغير للتحت، داير تغير فوق. الشجر الكبار. الشجر الكبار ده خليه يرتاح. بعد كده. جيب لك ناس، جيب لهذيك وادي سيدنا مليانة لواءات. عندك الفرق ما شاء الله مليانة. عندك والله الجيش مليان. قسما بالله أي ضابط بسدها. وكثيرين والله العظيم يبدو السودان ده بيدمون. عندك زي ياسر ده حفر قبره بيده وبيطلع وممكن كان يطلع ويعيش. ايوب ده بيطلع يمشي ممكن كان يطلع ويمشي سنجة ويعيش. لغمان ده مسك ركب الشحنة وقطع وعبر وممكن كان ما يقطع يخلي اي عسكري يقطع. لكن قدام الغاية بتقدم. عندنا ضباط مش مع عندنا ضباط وعندنا الناس اللي بنسخ فيه وعندنا الجيش. احنا ما بنشكك ولا دارين نخاوي لكن ساي بس كده غير عتب. لو بيتك ده شعر طبي فقر غير عتبة بيتك. بيقول لي احنا دارين نغير شوية نجدد عشان ذاته احنا ما نلقى لنا سبب نتكلم عشان الناس ذاته ما تلقى سبب. غير شوية بس اغير الناس دي. في حاجة غلط. في معلومة بتطلع. احنا عندنا حاجات اكتر من كده ما بتتقال لكن في معلومة بتطلع. في كلام بيطلع. في حاجة بتطلع قبل ما الطيران يجي. دي الحقيقة. تاني رجعت العادة دي وقفت فترة تاني رجعت. معناتها التغيير ذاك ما في ولسه. لسه في باقي. في باقي. الطيران المفروض يطلع يوم ذاك ودى النور والناس دي كانوا مدنكرين فوق في الكما. الناس دي كانت عندها صيغة عمياء انه ما جاية طيران طالعة فوق في الكما طالعة فوق الدار يشوفها من القسطنطينية بشوفها. يعني ما في زول شافها. عندنا كم قاعدة متحاطة المنطقة ممكن من اي قاعدة تتحرك واقل من ربع ساعة بتكون بال للناس دي. في شغل غزير عشان كده نحن انت داير تساعد الناس تساعدك والناس واقفه وما مقصره. انت ساعد الناس دي لا داري منك قروش لا داري من بس نظف لنا الوسخ ده عشان احنا اشتغل وان شاء الله شفت نكمل معاك. واحنا ما اصلا ما شف قاعدين على الانتصار قعدوا 100 سنه لكن على النظافه انا منظر زي ده لما تجيني المعلومه انه هذاك انا عارف ومتابع انه الليله الطيران جاء الرفاعه والناس لبست جلاليب انا كده بشك.
انا بشك، انا بشك بس. الله يديكم العافيه ويدي الوطن العافيه، وباذن الله تعالى منتصرين. مهما شفت نحن شعب سوداني عنيد، وبنركب راس ما بنركبه بالفاضي زي راس القحاطي، لا بنركبه مليان. غناعتنا انه دولتنا دي ما بتتبني وما بتمشي لقدام الا ننتهي من القحاطي. الجنجويدي ده انتهى، القحاطي اللي لابس الكدمول الان ده اللي بيجيب في المرتزقه من برا ده، ده بس ننتهي من القحاطي. لكن الجنجويد حميتي وبدرح يبدقلو ودودو ودودو ده كله دنيا زايله. احنا بس مشكلتنا الان ننتهي من القحاطي. القحاطه ديل يا هون المشكله، كوادر الاحزاب يا هون المشكله، كلاب السفارات يا هون المشكله، رمم الامارات يا هون المشكله. عشان كده احنا ما 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 ما, ما واقفين. لو ما شفت السودان ده تحرر ونضيف ما في ولا ولا تحلم. والله العظيم لو كملنا، لو شفتوا مهما حصل، لو سويتوا ما سويتوا، احنا جيش. يا البلد تنظف، يا البلد تنظف، يا البلد تنظف، يا البلد تنظف، يا البلد تنظف. احنا منتظرين الغرارات، ومنتظرين الغرارات. الان انت بقيت ظهرك قوي ومعاك روسيا، امريكا بتتوجع وتتألم وتصرخ. تخليت امريكا صرخت، امريكا بتطلع في اليوم 6 بيانات دقيقة. امريكا قالت لك ادانت المجزرة بتاعت ود النور، لا ادانت ولا بتاعت الجنينة ما ادانتها، ولا بتاعت النيالة ما ادانتها، ولا بتاعت اي مكان ادانت لك الليلة ود النور امس ود النور. ليه؟ لانك انت عصرته. معناته العصر بيجيب شنو يا برهان؟ بيجيب الزيت. وانت بتجيب في الزيت، جيب عصر صح، اعصر صح. شيل الهوية بتاعت القحاطي، الجنسية، اسحب الجنسية، شعبي بيطلع مليونية كبيرة جدا، اقسم بالله العظيم يطلع لك مليونية يحييك على العمل ده. بس تسحب الجنسية من القحاطي، اقسم بالله اكبر مليونية فيك يا بلد. وفي برسولان ده على بكرة ابيها بتطلع، كل المدن بتطلع الحاميات. ده قرار تاريخي، سحب الجنسية من ال 200 عربين، اقسم بالله كده انت نظفت الجنسيه السودانيه. نظفت ام الجنسيه السودانيه من الوسخ والرمتل والخناته. نظفت الجنسيه السودانيه من العولاق. تعال به هنا نظف فوق، شيل يا سعادة الناس اللي جوا ديل ما قصروا، رقيهم فريق رقيهم ولون ارتاح وخلاص، شكرا لكم ما قصرتوا، اديهم خلوهم شي ياخذوا جسدهم برا، وبعدين اللي يجوا ثاني بعد ما ننتصر. تاني بعد ما انتصر اللي جو. لكن الان غير، نسوي، نرتب، راجع، شوف الحاصل شنو، عملت شنو، سويت شنو، وين وصلت، وين، عشان تعرف، عشان تعرف الشغله ما بالساي كده بس بنعم ولا ما كده. الشغله دايره 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 محتاجه. الله يديكم العافيه ويدي الوطن العافيه. سلام عليكم.